بقى المانيكور الضوافر. وده له شقين، شق دلوقتي الجل، اعملي كده بضوافرك الجل الجل مكسوف عن وشق المانيكور العادي والصاله طبعا. الجل ما بيتشالش. بص هقول لك حاجه، احنا عندنا اشكاليه في حاجه واحده. في فريق هيقول لك ده حرام، لكن ده مش حرام اذا كان بقصد التزين للزوج. ايوه خلاص، طالما انا بتزين بيه في بيتي، انا حابه اشوف شكلي حلو قبل ما زوجي يشوفني حلوه، لان ده ما هو يقول لك ايه، عشان الزوج بس. يا ستي ما هي اللي تفكر كده، هي بتعتز بذاتها قبل الزوج. ادي واحده. الحاجه الثانيه، احنا عندنا قاعده فقهيه، كل ما له جرم، يعني اي حاجه تحول بين الجلد وبين الميه تبطل الوضوء. لو طلع لي 100 شيخ، لو طلع لي 100 عالم في الدنيا، هو كده ان كل ما له جرم، يعني كل اللي بيخلق سمك، كل اللي بيخلق اي ماده. طب ما احنا بتوضى على الشراب، تعزل الماء. لا ده ما بنتوضاش عن الشراب، التيمم. احنا بنمسح. بنمسح. ايوه احنا بنمسح الشراب، بنمسح مش بنغسله. خلاص. وبعدين اقول لك على حاجه، طب ما احنا التيمم نفسه ما فيش ميه. فهنا بعض الناس يقول لك طب انا لا، انت انا ما عندي ما تحملنيش ما لا اطيقه. انت عايز بقى يعني شيخ كول كده يظبط لك دي، يشيل هو. يعني صلاه الست باطله بالحاجات اللي مش بتتشال. انا بتكلم عن وضوء، كلام صريح. كل ما من شانه ان يحول بين وصول الميه وبين العضو، هنا لا. طب هنا لذلك زي ما هي استاذه دينا قالت، شوفي المتجبس بنعمل له بيمسح. خلاص، بس ده عنده عذر مؤقت يعني. طيب يعني نمسح على المانيكور؟ لا مش هنمسح. انا مع حضرتك للاخر، عشان بيبقى فيه وساوس شيطانيه قاعدين ورا الشاشه. انا فاهم ان دي اسئله الناس. ايوه، عشان ما نجيبهمش كده ولا كده. وانا بحييك عليها، وده على فكره من اروع ابواب الفقه، الفقه الافتراضي. يعني زي الفتوى اللي عشان نتيقن. فاحنا محتاجين بس ان احنا نقول والله يا جماعه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. اتصرفي. ما بيركبوا ضفر ويشيلوه ويعملوا. على فكره كل اللي اقول لك ده حرام هو بس مش فاهم القصه. كل ما كان بغرض التجمل، انا اتعامل مع الايسر. يعني هو اخترع لي الماده دي، يا اخويا الله يبارك لك، اشتغل وحاول تعمل لي حاجه شيك برضو، بس تخليني اقدر ادي الخصوصيه الدينيه بتاعتي. انت لما تروحي اوروبا مش هتلاقي حمام سوري يعني في حاجه يتشطف فيها اللي بيعمل الحمام. صحيح. هعممه واطالب بيه غير بقيه الامم والشعوب. لا، في امور بتتعارض مع فكره حسن التدين لله سبحانه وتعالى. فاحنا بنرجع ونقول يا جماعه والله الجنه طريقها معروف، حاولي بكل ما اوتيتي من قوه انك تعملي توازن بين طاعه ربنا وبين ان احنا نستمتع بحياتنا الدنيويه.